وللحديث بشكل مفصل عن إعادة العد والفرز ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي. سيد نظير، مرحبا بكم. لنأخذ من خبر قضاة في مدينة كركوك يؤكدون وجود عمليات تزوير في 32 مركزا انتخابيا. ما الذي يغير هذا المشهد وكل شركاء العملية السياسية يعلمون علم اليقين ووضوح الشمس أن هناك تزوير في الانتخابات؟ حياكم الله. حقيقة يعني هذا الإعلان الذي أيضا سبقه إعلان من كتل سياسية على وجود فارق كبير ما بين نتائج العد الفرز اليدوي وما بين النتائج عن طريق العد الإلكتروني التي أعلنت سابقا، يدلل على أن العملية قد شابه الكثير من عمليات التزوير، وهذا يعني أن أي تغيير سوف يحصل في حصص الأحزاب المشتركة في العملية الانتخابية ربما سيدخل هذه المدينة في أزمة سياسية لا تحمد عقباها. وكلنا سمعنا التهديد الذي قام به الاتحاد الوطني الكردستاني بأنه سوف ينزل مناصريه إلى الشارع للتظاهر إذا ما تغيرت نتائج الانتخابات. يعني أنا أرى أن هذه المدينة ربما ستكون هي الشرارة التي ستشعل نار الاحتراب ما بين الأحزاب المشاركة بالعملية السياسية سواء في كركوك أو في عموم البلد. يعني سيد نظير، تعتقد وجود فارق كبير بالنتائج خاصة في مدينة كركوك الحساسة طبعا وسيؤدي إلى صدام مسلح مستقبلا، لكن مع من ضد من؟ يعني أنا أقول لك أن يعني أحد ردود الأفعال من الجبهة التركمانية أن في حالة وجود اختلاف كبير في الصناديق التي تم الشكوى عليها بوجود عمليات تزوير فيها، إذا كانت بنسبة كبيرة فهم يطالبون بالعد والفرز اليدوي ل 2500 مركز انتخابي في عموم كركوك، مما سوف يعني يظهر نتائج مختلفة ومغايرة تماما عن المعلنة حاليا. هناك الآن جميع الأحزاب لديها مسلحين، وربما إذا لم يرضوا بهذه النتائج يتم الاحتكام إلى السلاح. اليوم أحد أعضاء الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني يتهم الجبهة التركمانية بأن لديها مسلحين مدعومين من تركيا وتركيا تمدهم بالسلاح والأموال طيب سيد نظير طيب سيد نظير، هناك حديث ما يخص التقنية المتبعة في عملية العد والفرز في كركوك، يقولون بأنها ستأخذ مدة شهرين، وفي عموم العراق إذا ما حصلت ستأخذ ما يقارب 6 أشهر. لكن هل تتفق مع ما يقال ربما ستركن الحكومة الحالية إلى حكومة إنقاذ وطني؟ هل يعني نضع في نظر الاعتبار هذا الإجراء أن يذهبون ويركنون إلى مسألة حكومة إنقاذ وطني؟ يعني الآن جميع الأحزاب تضغط اتجاه تقليل بالحد يعني الأدنى لعدد الأيام التي ستستغرقها عملية العد والفرز، وهذا ما ذكر أحد القضاة المسؤولين على مشرفين على عملية العد والفرز اليدوي، ذكر أن هناك ضغوطات سياسية لتقليل هذه المدة. ربما هناك خشية من تلك الأحزاب أن يذهبون مجبرين إلى حكومة طوارئ، ربما ستكون لها صلاحيات أكبر، هذه الصلاحيات ربما يستفيد منها العبادي أو الخط يعني المقرب إلى الولايات المتحدة في تصفية خصومة المقربين من النظام الإيراني، لذلك هناك خشية من هذا الموضوع. سيد نظير، النائب رحيم الدراجي يقول إن نتائج الانتخابات سيحتوي على فضائح كبيرة بحسب قوله، لكن هنا من يتحمل هذا الكم الكبير من التزوير، الحكومة أم الأحزاب السياسية المتنفذة في العراق؟ يعني الحكومة أيضا خرجت من نفس رحم هذه الأحزاب، هي لا تختلف عنهم بشيء، إنما هو صراع ما بينهم على الفوز بالكعكة، يعني كعكة الحكومة، لذلك هم الجميع مشتركون في هذه العمليات التزوير. بل ان يعني النائبه نهله اللي على ائتلاف دوله القانون نهله الهبابي تقول ان التزوير ظهر في الموصل بنسبه 60%،
طيب سيد نظير، بعد كل ذلك هل يمكن أن نطلق أن هناك شرعية في العراق إذا ما شكل مجلس النواب؟ هل هناك شرعية أمام هذه الانتخابات، أمام هذا التزوير الكبير في الانتخابات؟ إن أصيبت على قولة هذا من فمهم أنفسهم، ذكر النائب عادل نوري اللي هو كان مسؤول لجنة النزاهة والإشراف على نزاهة الانتخابات، قال أنا أقول أمامكم بأنها انتخابات لا شرعية ولا أعير أي اهتمام لها، ويعني أردف بعد ذلك فقال هناك توافق سياسي على اعتماد النتائج الحالية ويعني القبول بجريمة التزوير، وبل يعني وسع هذا الأمر، قال إن الأمم المتحدة وواشنطن راضية عن هذا الشيء على اعتبار بحجة إن يعني ظهور التزوير وإعادة عملية الانتخابات سيؤدي بالبلاد إلى يعني الدخول في مأزق أمني ما بين تلك الأحزاب. فالأمر الجميع يعرفون أن هناك تزوير والجميع هم مشتركون فيه، مما يدلل على لا شرعية لهذه العملية السياسية، لا انتخابات ولا عملية سياسية هي تحمل شرعية لتمثيل هذا البلد. من اسطنبول نظير النداوي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لكم.